يا صباح الورد، خلونا ناخد نفس جميل ونكون بالفلو، نكون بالتدفق. شلون نكون بالتدفق؟ لما نكون منفتحين لاستقبال ذاتنا كل ما أحلى. وأحلى شيء بهذا التدفق أنه أنت حتى ما تحتاج تأخذ قرارات مهمة في حياتك، لأنه لما تكون في تناغم مع روحك وطاقتك كل شيء متناغم معك راح يجيك لحد عندك. فهذه الطريقة راح تكون أسهل وأريح بكثير، لأنه إحنا عادة بالحياة كلش نخاف من الاختيار وأخذ القرار. ليش نخاف؟ لأنه نخاف نطلع خطأ، فدائما عندنا مقارنات الصح والخطأ، النجاح والفشل وغيرها من المتناقضات أو الدواليتي اللي هي بالحقيقة وعي وطاقة قديمة. بينما لما تنظر للتجارب من غير أحكام، من غير تصنيف، ساعتها رح تدرك أنه ماكو صح وخطأ، رح تدرك أنه هي مجرد تجربة عجبتني أغوص بيها أكمل بيها، ما عجبتني أختار تجربة أخرى وأستمتع بيها، وهكذا في توسع مستمر أخذ الحكمة والإحساس وأتوسع أكثر. فغالبا لما نكون عايشين حياتنا خايفين من الصح وخطأ، نجاح وفشل، فإحنا بالحقيقة خايفين من نظرة المجتمع أو الآخرين لنا، وبالتالي ننجرف بطاقتهم بالوعي الجمعي، طلعنا عن our own flow أو تدفقنا إحنا. فبالتأكيد ما رح نعرف شنو اللي يناسبنا أو اللي متناغم ويانا، لأنه إحنا مو في تناغم مع روحنا وطاقتنا. فقراراتنا راح تكون حسب الوعي الجمعي أو الآخرين شنو يريدون أو شلون يصنفوها أو ينظرون لنا. فكل اللي تحتاج تسوي إنك تذكر نفسك بين فترة وفترة تأخذ نفس وترجع ليور سنتر، لمركزيتك، لروحك، لتدفقك أنت وليس الوعي الجمعي واللي يريدون منك. فلما نرجع إلى روحنا، إلى مركزيتنا وتدفقنا إحنا، ساعتها رح يكون أكو فلو، رح يكون أكو ease and grace، يعني سهولة ونعيم. مو بحاجة إنك تطلع سيفك وتتصارع مع الحياة وتأخذ قرارات وتقطع أشياء وتقتل الأعداء، وإنما رح يكون أكو فلو، تدفق. وراح تشوف انه الاشياء اللي دا تريد تختارها انت حاس بيها already، يعني ما تحتاج تقنع نفسك وتحط اسباب لاختيار شيء ما، سواء كان اكله، ايش راح تتغدى اليوم، او ايش راح تلبس، او الى القرارات الكبيره اللي هي وين راح اعيش او بمن ارتبط او اي وظيفه او بزنس راح افتح واختار. رح يكون عندي knowingness أو إحساس شنو اللي أريده أو اللي منسجم وياي الآن بهذه اللحظة، ممكن يتغير ورا دقيقة. فرح أعرف شنو أختار لأني حاسة شنو أريد، كإحساس مو كتصنيفات عقلية أو معلومات سمعتها من الآخرين. خلونا نكون حقيقيين، كم مرة سمعتوا معلومة انه هذه الاشياء صحية وهذه الاشياء مو صحية تجنبها؟ وكم مرة تغيرت هذه المعلومة او سمعتها من مصادر مختلفة؟ مرة قالوا لك الكوفي كل الزينة لازم تشرب فنجان باليوم، ومرة قالوا لك تجنبها، مرة قالوا لك الكورن فليكس سام وبار، ومرة قالوا لك كلش مفيد للاطفال. كلها وجهات نظر بالنهاية. فهل تعتقد بأنه هذول الناس، سواء حتى لو كانوا
أطباء، علماء، أو كوتشز، أو معلمين، أو whatever، راح يعرفون أنت شو تريد أكثر منك، راح يعرفون جسمك شو يريد الآن. هم يختاروا لك أكلك ولبسك وتصرفاتك، أو حتى المن تختار تحب بحياتك، أو وين تختار تعيش، أو شنو الوظيفة اللي حابب تعبر عن نفسك من خلالها. هل تعتقد بأنه هاي أشياء تتلقاها من برا، ولا هي تجي من داخلك؟ فخلونا يا جماعة تكون ثقتنا بنفسنا أكبر بكثير من كلام الآخرين أو معلومات نسمعها من برا. ثقتي بإحساسي، جسمي شي يريد الآن، وين حابة أكون. وباي ذا واي، أكو نقطة مهمة جدا، إنك تعيش في حالة ease and grace، سهولة ويسر، هذه ما تقاس بالنتائج الخارجية في حياتك. يعني مثلا كهواية ناس تقول لك شوف منو حقق نتائج بحياته واتبع خطواته. طيب إذا أجي أريد أصنف النتائج الخارجية، أوكي مثلا أكو شخص غني صار مليونير، أو أنه مثلا الجسم رشاقة حسب مقاييس المجتمع، أو من برا العلاقة مبينة واو. فإذا أجي أنخدع بهذه النتائج الخارجية وما أتبع الإحساس اللي يتناسب وياي، راح أتبع خطوات آخرين مو بالضرورة تكون اللي روحي تريده أو اللي منسجم وياي. يعني صدقوني لحد يومنا هذا ما التقيت بشخص واحد متقبل وراضي ويحب جسمه مثل ما هو. دائما أكو اعتراض، سواء كانوا ضعيفين يريدون شوية يحطون تونينج أو ماسلز حتى يصيرون سكسي، سواء كانوا أوفر ويت ويريدون يضعفون وأيضا تونينج ويصيرون سكسي. طيب الحاجة بأني أكون سكسي من وين جاي؟ حتى أكون سكسي بعيون أو جذابة بعيون الآخرين، فهي كلها تتمحور حوالين صورتي أمام الناس وليس إحساسي أنا. لأنه الصحة والراحة ما لها علاقة بالوزن أو بالشكل، هذه كلها أيضا وجهات نظر. فتشوف أغلب الناس عايشين حياتهم مهووسين، مهووسين بالكالوريز، مهووسين شنو آكل، شلعب رياضة، شنو أسوي حتى أكون جذابة. لكن بالحقيقة لو فعلا نتصل بروحنا ونسمع لجسدنا، رح نعرف هو شي يريد، مو الناس شو تقول، ولا الناس شلون تنظر له، وإنما أنا شلون أنظر له، أنا شلون أنظر لجسدي. هل أنا فعلا متقبلته؟ خلونا نكون حقيقيين، لا أنا ولا أنت ولا أي أحد متقبل جسدنا 100%. دائما عندنا اعتراض ونحاول نغير. فليش برأيكم الاهتمام بالجسد والمظهر الخارجي أهم بكثير من المشاعر والإحساس الداخلي؟ لأنه هذه هي الصورة اللي باينة أمام الآخرين. ممكن أخفي إحساسي لكن ما أقدر أخفي شكلي. ولهذا هاي النقطة اللي حبيت أوصل لكم إياها، أنه دائما النظرة اللي ننظر بيها لنفسنا مبنية على نظرة الآخرين، شلون دا يشوفوني الآخرين، شلون دا يصنفوني، هل أشعر بالانتماء ولا أشعر بالانفصال، ولا أشعر بأني أقل أو أفضل، أو محاولات إثبات الوجود وإلى آخره من الصراعات اللي دا نعيشها في ذاتنا وبالتأكيد في حياتنا. فشنو رأيكم نبطل الصراع ونكون بالتسليم، نكون في تدفقنا احنا مو مع آراء الآخرين،
ساعتها لما راح نكون بهذا الفلو راح يكون اكو سهولة ويصير ease and grace، وكل شيء متناغم معانا، من أكلة من لبسة من مكان من وظيفة من علاقة، راح يجينا لحد أدنى. كل اللي علينا نسويه نتحرر من جاذبية الوعي الجمعي ونكون في تدفقنا، منفتحين مستقبلين لذاتنا لكل ما أحدث. هل هذه العملية سهلة؟ للعقل هي صعبة لأنه متعود على أنماط، لكن للروح هي مجرد اختيار وسماح. فشنو رأيكم ناخذ هذا الاختيار الآن لو جاهزين وحابين؟ يلا وياي. أنا أختار بأن أتحرر من جاذبية الوعي الجمعي، أكون منفتحة لاستقبال روحي وتدفقي أنا. كل الأشياء المتناغمة وياي راح توصلني لحد عندي، فقط علي بأنه أستقبلها وأستمتع بيها. نأخذ نفس جميل، نستمتع بهذا التدفق. وكل ما حسينا نفسنا منجرفين مع آراء الآخرين أو الوعي الجمعي، نرجع لهذا المكان، نتنفس، نرجع لمركزيتنا وروحنا، نستمتع بتدفقنا وكل ما أحدث.